بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات الاستراكشرال ويلدنج. وفي فيديو اليوم هنتكلم فيه على أوضاع اللحام طبقا للكود الأمريكي الـ EWS الـ E3.0 والأزمي سيكشن 9. وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات على نفس العنوان أوضاع اللحام، بس كانت طبقا للكود الأوروبي. تعالوا بقى إن شاء الله نبدأ في فيديو اليوم وناخد أوضاع اللحام دي طبقا للكود الأمريكي، وهنعمل مقارنة ظريفة ما بين أوضاع اللحام في الكود الأوروبي والكود الأمريكي. يلا بينا. عشان تمشي الأمور بسلاسة وتبقى الدنيا بسيطة، هناخد كل وضع ونشوف رمزه في حالة الكود الأوروبي هيبقى إيه، وفي حالة الكود الأمريكي هيبقى إيه. وهيبقى عندنا نوعين، أو الفيديو عندنا هينقسم لقسمين. القسم الأول هيبقى خاص بالجروف ويلد، والقسم الثاني أو الجزئية الثانية من الفيديو هتبقى خاصة بالفلت ويلد. يلا تعالوا مع بعض نبدأ بالجروف ولد. اول وضع معانا من اوضاع اللحام وهو الفلات بوزيشن، والفلات بوزيشن ده هيبقى في حالة البلتات بنقول عليه الجروف ولد، وكمان معانا في حالة البيبات برضو بنقول عليه الجروف ولد. وخلي بالكم من الوضع ده، في البيبات البيب ذات نفسها بتبقى بتلف وايد اللحام هي اللي ثابته، تمام كده. في حالة الكود البوزيشن ده، في حالة الكود الاوروبي بنطلق عليه اللي هو الوضع البي اي، اما في حالة الكود الامريكي بنطلق عليه اللي هو الون جي. لو جينا انتقلنا للوضع الثاني من اوضاع اللحام وهو الوضع الهوريزونتال بوزيشن، وهتلاقي برضه منه الجروف ويلد للبلتات، وهتلاقي منه جروف ويلد للبايبات. وعايز اعقب على الوضع البايب هنا، وضع البايب ده يا جماعه في الحاله دي بيبقى في الوضع الرأسي، والبايب بتبقى ثابته واللحام هو اللي بيلف حواليها. في الحالة دي او البوزيشن ده او الوضع ده، في حالة الكود الاوروبي بنقول عليه البي سي، وفي حالة الكود الامريكي بنقول عليه التو جي. لو جينا انتقلنا بعد كده للوضعية رقم 3 اللي هي الفيرتيكال اب بوزيشن في حالة الجروف ويلد للبلتات، وبيبقى اتجاه اللحام من تحت لفوق او من اسفل لاعلى. في حالة الكود الاوروبي بنطلق على الوضع ده اللي هو البي اف، وفي حالة الكود الامريكي بنطلق عليه الثري جي اب هيل. طب ليه اب هيل؟ لان ايد اللحام بتلحم من تحت لفوق. لو جينا انتقلنا للوضع الرابع من اوضاع اللحام في حالة البلتات او في حالة الجروف ويلد للبلتات، الوضع ده بنقول عليه الفيرتيكال داون بوزيشن، وفي الحالة دي بتبقى ايد اللحام او اتجاه اللحام بيبقى من فوق لتحت. والوضع ده بنطلق عليه في الكود الاوروبي بنقول عليه البي جي، وبنطلق عليه في الكود الامريكي الثري جي داون هيل. طب ليه داون هيل؟ لان اللحام بيلحم من فوق لتحت. لو جينا انتقلنا للوضع اللي هو رقم 5 من اوضاع اللحام وهو الاوفر هيد بوزيشن، او اللحام في الوضع العلوي في حالة الجروف ويلد للبلتات، الوضع ده في الكود الاوروبي بنسميه اللي هو البي اي، اما في حالة الكود الامريكي بنسميه الفور جي. لو جينا انتقلنا بعد كده للوضع السادس من اوضاع اللحام وهو الفيرتيكال اب بوزيشن في حالة الجروف ويلد للبايبات، تمام. وزي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشة، هتلاقوا البايب في الوضع اللي هو الافقي او في المستوى موازي للمستوى الافقي، وفي الحالة ده يا جماعة البايب بتبقى فيكسد واللحام هو اللي بيلف حواليها، واخد اللحام من تحت لفوق. في الكود الاوروبي بنطلق على الوضع ده اللي هو البي اتش، اما في حالة الكود الامريكي بنطلق على الوضع ده الفايف جي اب هيل. طب ليه اب هيل؟ قالك لانه بيلحم من تحت لفوق. لو جينا انتقلنا للوضع السابع من اوضاع اللحام وهو الفيرتيكال داون بوزيشن، وده في الجروف ويلد للبايبات، وزي ما قلنا برضو البايب في الحالة دي بتبقى في المستوى الافقي وبتبقى ثابتة واللحام هو اللي بيلف حواليها. في الحالة دي بقى اللحام بيلحم من فوق لتحت،
تمام. الوضع ده بنطلق عليه في الكود الاوروبي اللي هو البي جي، وفي حاله الكود الامريكي بنطلق عليه الفايف جي داون هيل. طب ليه داون هيل؟ لان اللحام بيلحم من فوق لتحت. لو انتقلنا للوضع الثامن من اوضاع اللحام اللي هو الانكلايند بوزيشن باي فيكسد ويلدنج ابورد ابورد، وده يا جماعه وضع مهم جدا جدا في اختبار اللحامين، وده يعتبر من اصعب الاوضاع. والوضع ده البايب بتبقى فيه ثابته واللحام هو اللي بيلف حواليها، تمام كده. والبايب كمان بتبقى مايله بزاويه 45، واللحام بياخد اللحام من تحت لفوق. بنطلق على البوزيشن ده في الكود الاوروبي ال HL045، اما في حاله الكود الامريكي بنطلق عليه ال 6G uphill. طب ليه uphill؟ لانه بيلحم من تحت لفوق. الوضع التاسع من اوضاع اللحام وهو ان الانكلايند بوزيشن، بنقول عليه الانكلايند بوزيشن، وفي الحاله دي برضو البايب بتبقى ثابته واللحام هو اللي بيلف حواليها، والبايب مايله بزاويه 45. بس في الحاله دي ده اللحام ايه بقى؟ اللحام بيلحم من فوق لتحت، او بنقول عليه الداون وورد. الوضع ده في الكود الاوروبي بنقول عليه الجي ال 045، اما في الكود الامريكي بنطلق عليه ال 6 جي داون هيل. طب ليه داون هيل؟ لان اللحام بيلحم من فوق لتحت، وده برضو يعتبر من اصعب اوضاع اوضاع اللحام على اللحامين، لان الوضع ده هو اللي بيأهله عليه اللحامين في المواقع والمصانع. ليه تعقيب سريع كده على كلمة جي؟ طالما يا جماعة شفت جي في اوضاع اللحام، اعرف ان اللحام اللي قدامك ده لحام جروف ويلد، وكنا اتكلمنا على الجروف ويلد ده في الفيديوهات اللي فاتت. طالما لقيت جي يبقى هو جروف ويلد. وعايز برضو انبه على حاجة كمان، وضع ال 6 جي اعرف ان زاوية ان ده وضع للبايب، والبايب بتبقى فيه مايلة بزاوية 45 درجة. ده التركة اللي كنت عايز اقولها. وحاجة تانية كمان، ان الوضع ال 6 جي والوضع كمان اللي هو ال 2 جي وال 5 جي، الوضع الاوضاع ده يا جماعه كانت بتبقى موضع اسئله في الانترفيوهات، وكمان موضع اسئله في امتحانات السي دبليو اي، وده كان بيبقى سؤال مهم جدا جدا اللي هو وضع اللحام ال 5 جي وال 6 جي. تعالوا بقى ننتقل للجزء الثاني من فيديو اليوم، وهو اوضاع اللحام في الوصلات الفيلت ويلد. واول وضع معانا زي ما قلنا اللي هو الفلات بوزيشن، وبيبقى ايد اللحام فيه في الوضع الرأسي، والشغلانة محطوطة على الوضع الافقي. وطبقا للكود الاوروبي زي ما هو واضح قدام حضراتكم على الشاشة، وضع اللحام ده بنسميه البي اي. وطبقا للكود اللي هو الامريكي، او طبقا دي الاي دبليو اس اي 3.0، بنسميه ال 1F. طب ليه هنسميه الاف؟ هقول لك، لان كل اللي جاي معانا بعد كده هي وصلات فيلت ويلد، تمام؟ تمام. تعالوا الوضع الثاني اللي هو الفلات بوزيشن، والبايب فيها بتبقى روتيتنج. والوضع ده يا جماعه بتبقى البايب مايله بزاويه 45، بس مش هتبقى بقى ايه اللحام بيلف حواليها، لا ده البايب ذات نفسها هي اللي بتلف. في الحاله دي طبقا للكود الاوروبي بنسمي البوزيشن ده بي اي، وفي حاله الكود الامريكي بنسميه 1FR. تعالوا ننتقل بعد كده للوضع الثالث من اوضاع اللحام في وصلات الفيلت ويلد، وهو الهوريزونتال فيرتيكال بوزيشن. زي ما هو واضح قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، بتبقى الوصله فيلت موجوده عادي خالص، تمام، واللحام ميل ايده باي زاويه او بزاويه 45، ويبدا يلحم الوصله بتاعه زي ما هو واضح في الشكل قدامكم. وفي كمان البايب، بس في حاله البايب دي البايب بتبقى ثابته، تمام كده، البايب بتبقى في الوضع الرأسي وبتبقى ثابته واللحام هو بيلف حواليها. في الوضع ده يا جماعه بنقول عليه طبقا للكود الاوروبي بنقول عليه الوضع ده بي بي، وطبقا للكود الامريكي بنسميه ال 2F. والوضع والشكل اللي واضح قدام حضراتكم ده يا جماعه ده اغلب اوضاع اللحام او الوضع المثالي في لحامات الستيل استراكشر.
نيجي بعد كده للوضع الرابع اللي هو الهوريزونتال فيرتيكال بوزيشن، والباي فيه بتبقى روتيت، يبقى الباي بتاعك بتبقى في الوضع اي الافقي وهي بتلف، تمام كده. وده وضع سهل جدا للحام طبقا للكود الاوروبي بنقول عليه البي بي، وطبقا للكود الامريكي بنقول عليه 2FR. لو جينا انتقلنا للوضع اللي بعد كده اللي هو الوضع الخامس من اوضاع الحام الوصلات الفلت اللي هو الفيرتيكال اب بوزيشن، تمام. زي ما واضح قدام حضراتكم على الشاشه، والوضع ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده، في الكود الاوروبي بنقول عليه البي اف، وفي الكود الامريكي بنقول عليه 3 اف اب هيل. الوضع اللي بعد كده اللي هو الفيرتيكال داون بوزيشن، تمام، بنقول عليه برضو في الكود الاوروبي البي جي، وطبقا للكود الامريكي بنسميه ال 3 اف داون هيل. طب ليه داون هيل؟ لانه بيبدا من فوق لتحت، زي اللي قبليها كانت اب هيل بيبدا من تحت لفوق. لو جينا انتقلنا بعد كده للوضع الحام هنلاقي اللي هو الهوريزونتال اوفر هيد بوزيشن، تمام كده. وطبقا للكود الامريكي طبقا للكود الاوروبي بنقول عليه البي دي، وطبقا للكود الامريكي بتقول عليه الفور اف. بعد كده البوزيشن اللي بعد كده اللي هو الفيرتيكال اب بوزيشن، وفي الوضع ده بقى يا جماعه بتبقى الماسوره في الوضع الافقي وثابته، واللحام هو اللي بيلف حواليها وبيبقى واخد اللحام من تحت لفوق. طبقا للكود الاوروبي بنقول عليه الوضع البي اتش، وطبقا للكود الامريكي بنقول عليه الفايف اف اب هيل. طب ليه اب هيل؟ لانه بيبدا منين؟ بيبدا من تحت لفوق. الوضع اللي بعد كده اللي هو الفيرتيكال داون بوزيشن، برضو الوضع ده بتبقى الماسورة افقية وبتبقى ثابتة، واللحام هو اللي بيلف عليها، وفي الكود الاوروبي بنقول عليها البي جي، اما في الكود الامريكي بنقول عليها الفايف اف داون هيل. طب ليه داون هيل واب هيل؟ قلنا عشان اتجاه اللحام، داون هيل هيلحم من تحت سوري من فوق لتحت. يبقى كده خلصت الموضوع بتاعنا، ان الرمز جي لو عندنا جروف ويلد او وصله جروف، والرمز اف لو عندنا لحمات اللي هي الفلت ويلد او وصلات الفلت ويلد. كده احنا وصلنا لنهايه فيديو اليوم، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. شكرا، السلام عليكم.